السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فهد من جيمز شيفت. اليوم عندنا يا شباب طريقة الحصول على عدد لا محدود من النيكل، طبعا من سبائك النيكل. طبعا في المقطع السابق نزلنا عن سبيكة التنجستن اللي تحول سلاح من اللون الأزرق إلى اللون الذهبي. عندنا اليوم سبيكة التنجستن اللي هي تحول من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. طبعا يا شباب مثل ما انتم شايفين، اول شيء الموقع E6 تنزل من الفاست ترافل وتروح لنفس المكان هذا وتتخبى في البوش عند دير سانكتا ماريا. بعدها يا شباب ستارت، السهم يسار، حفظ، انشاء ملف حفظ جديد، انحفظ عندنا شيء جديد، دائرة، تحميل لنفس الملف اللي حفظناه الان، ونكتب ونحط تحميل اللعبة. شوفوا يا شباب، قبل شوي انا سويت الطريقة هذه والمشكلة رس بنولي 5، يعني راح يطول المسألة كل ما يعني تحفظ اللعبة راح تطول عليك، كل ما تبي تاخذ سبيكة يعني يمكن تتأخر وانت قاعد تقاتلهم. لذلك انا رجعت للفاست ترافل اللي ورا وجيت لنفس البوش وسويت حفظ جديد، فأبى أشوف كم يبر رس بنولي، هل 1 ولا 5 مثل اول؟ لا والله نفسه يا شباب 5. هذا المشكله، فانا راح نبدا بالخمسه هذولا. طبعا اول من تقتال المشكله انهم، فما ادري هل الطبيعه علاقتنا حلوه معاهم ولا تسبب مشكله. شوف القناص تقتال هذا، يعني هذه الإشكالية شايفين. روح ثاني، طبعا هذا الشيء هذا صح بالضاعة، حصلنا على السبيكة بعد ما قتلناهم أو قتلناهم يا شباب. خلاص الحين راح يرسبنون لك نفس الـ ثلاثة، ما راح نفس الخمسة هذولا راح يتكررون عليك وما راح يتغيرون. لذلك يا شباب نرجع نفس البوش أو المكان اللي تخبينا فيه. ستارت، طبعا نبي نشوف أول شيء كم صار العدد عندنا، عدد النيكل صار 6، ممتاز. السهم يسار، حفظ على نفس اخر حفظ حفظنا عليه يا شباب، بعدها تحميل، بعدها من جديد. ف احسن لكم باختصار شديد نزل مستوى اللعبه الى سهل عشان تختصرهم بسرعه وتقتلهم بسرعه، وتقتال الدب لانه هو اكثر واحد تاخر والباقيين معهم اسهم يعني تقدر تصفقهم. صح انه بياخذ منك وقت لكن بالاخير تطلع بفائده، ومثل ما قلت لكم فيه بعض الاحيان يرسبون لك واحد يمشي، لكن الحين مثل ما انتم شايفين خلاص الحين اعتمدوا على لنا المجموعه، هذه المجموعه شايفين. ف روح الغبي الدب هذا. تايم هاز كوم فور يو. خلاص ابن الحلال فاضي يا اخي ورانا وقت. وين راح الثاني؟ لازم تقتاله لين ما يدخل السيف خوينا. وين راح الكل؟ هذاك شايفينه؟ هذه مشكلة المجموعة. خلنا نتأكد كم صار معانا نيكا الحين. 7، ممتاز. طبعا ما اقدر احفظ ليش؟ لاني بحالة قتال، فاذا رسبوني راح يرسبوني مع الكلب هذا. الله لا يوفقك يا شيخ. خلاص دخل السيف كويس، يعني صراحة يوم سويت الذهب اسرع واسهل بكثير من النيكا، يعني
ذهب وجهونا ثلاثة بس بسرعة نغتالهم. الحين يا شباب ستارت، السهم يسار، حفظ بنفس المكان اللي حفظنا فيه. يعني شوف ضاع ضاع دقيقتين، والله الدقيقتين هذه ما هي بسيطة. وتحميل للعبة طبعا مثل ما انتم شايفين كان عندنا سبعة نياكل، فنبي نشوف الحين هل السبعة موجودة ولا راحت علينا. موجود السبع نياكل. هذا ما عندنا اليوم أعزائي المتابعين، وأتمنى أنكم استفدتوا صراحة. مثل ما قلت لكم مو شرط يرسبون عندكم أربعة، فيمكن يرسب عندك واحد ويمكن تصير مثل حظي أربعة. مثل ما قلت لكم لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب. ألقاكم على خير.